بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنناقش موضوعا مقترحا كاختبار للفترة الأولى في ميدان المادة وتحولاتها للسنة الثانية من التعليم المتوسط، وبدون إطالة مع الوضعية الأولى التي هذا هو محتواها، أكمل الجداول التالية. إذن في الجدول الأول لدينا التحول ونحن نحدد نوعه. إذن لدينا احتراق السكر، تبخر الماء، ذوبان الملح في الماء، وتخثر الحليب. فاحتراق السكر هو تحول كيميائي، تبخر الماء هو تحول فيزيائي، ذوبان الملح في الماء هو تحول فيزيائي، وتخثر الحليب هو تحول كيميائي. ثم في الجدول الثاني أعطي لنا إما العنصر ونحدد رمزه الكيميائي، أو العكس، أعطي لنا الرمز الكيميائي ونحن نستخرج اسم العنصر. إذن ففي السطر الأول أعطي لنا الرمز الكيميائي سي. إذن فالرمز الكيميائي سي هو للعنصر الكربون. في السطر الثاني أعطي لنا اسم العنصر وهو الحديد ونحن نستخرج رمزه، فهو الرمز Fe. في السطر الثالث أعطي لنا العنصر هو البوتاسيوم، رمزه K. وفي السطر الرابع والأخير أعطي لنا الرمز الكيميائي N ونحن نستخرج اسم العنصر هو النيتروجين. في الجدول الثالث أعطي لنا الجسم أو صيغته الكيميائية. إذا أعطي الجسم فنحن نستخرج الصيغة، يعني اسم المركب. إذا أعطي اسم المركب نحن نستخرج الصيغة، وإذا أعطيت الصيغة نحن نستخرج اسم المركب. فمثلا في السطر الأول أحادي أكسيد الكربون، فنحن نستخرج صيغته وهي CO. السطر الثاني غاز الأكسجين، صيغته هي O2. السطر الثالث أعطيت لنا الصيغة الكيميائية FES ونحن نستخرج اسم المركب، إنه كبريت الحديد. السطر الرابع الصيغة الكيميائية هي NaCl، إنه كلور الصوديوم. إذن هذا بالنسبة للوضعية الأولى. نمر إلى الوضعية الثانية. نصها كالآتي: نريد صناعة غاز كلور الهيدروجين انطلاقا من غاز الكلور وغاز الهيدروجين، علما أن ذرة الهيدروجين تمثل بدائرة صغيرة، ذرة الكلور تمثل بدائرة أكبر منها. أولا ألف ما الفرق بين الذرة والجزيء، ب أعطي الرمز الكيميائي لكل من ذرة الكلور وذرة الهيدروجين، ج أعطي الصيغة الكيميائية لكل من غاز الكلور وغاز الهيدروجين. الفقرة الثانية ولا المطلب الثاني: ألف جسد بالنموذج الجزيئي جزيء غاز الكلور، جسد بالنموذج الجزيئي جزيء غاز الهيدروجين. ثم في المطلب الثالث أكتب التحول الكيميائي بالصيغة الكيميائية مع ذكر الحالة الفيزيائية لكل نوع. إذن فالذرة، مع السؤال الأول، الذرة هي أصغر مكون في المادة ولا يحمل خصائص المادة. أما الجزيء فهو أصغر وحدة في المادة ويحمل خصائصها، وبالتالي هو يتكون من تراس، يعني اتحاد أو ترابط ذرتين على الأقل. المطلب الثاني نعطي الرمز الكيميائي لكل من ذرة الكلور وذرة الهيدروجين. إذن هنا نظمنا البيانات في جدول كما هو موضح. إذن لدينا الذرة ورمزها، الذرة الأولى هي ذرة الكلور رمزها Cl، ثم ذرة الهيدروجين ورمزها H. أعطي الصيغة الكيميائية لكل من غاز الكلور وغاز الهيدروجين، كذلك نظمنا البيانات في هذا الجدول. إذن اسم الغاز وصيغته الكيميائية: الغاز الأول هو غاز الكلور، صيغته Cl2، غاز الهيدروجين صيغته H2، معذرة، غاز الكلور Cl2، غاز الهيدروجين H2. جسد بالنموذج الجزيئي
جزيء غاز الكلور. إذن هنا أن النموذج المجهري أو الجزيئي لهذه أو لهذين الجسمين غاز الكلور، نموذجه الجزيئي هو الذي باللون الأخضر يتكون من ذرتين من نفس النوع، وكذلك الهيدروجين يتكون من ذرتين من نفس النوع. اكتب التحول الكيميائي بالصيغة الكيميائية مع ذكر الحالة الفيزيائية لكل نوع. إذن لدينا قبل التحول ما هي المكونات، وبعد التحول ما هي المكونات. إذن قبل التحول لدينا الصيغة الكيميائية للمادة الأولى هي الآش 2، الحالة الفيزيائية اللي نكتبها نكتب بجوارها من المفروض هنا نكتب الحرف جي، أي حالة غازية. كذلك المادة الثانية التي تفاعلت مع الهيدروجين هي Cl2 غاز الكلور، من المفروض نكتب هنا الحرف جي الحالة الفيزيائية له. بعد التحول يصير لدينا مادة غازية أخرى هي HCl، نكتب الحرف جي. إذن هذا بالنسبة لكتابة التحول بالصيغ الكيميائية مع ذكر الحالة الفيزيائية. نمر إلى الوضعية الثالثة، الوضعية الإيماجية. يقول: أراد أحمد تحقيق ميزة أساسية في التحول الكيميائي بين الطباشير وروح الملح، وهي انحفاظ الكتلة. واحد، ما هو العنصر الأساسي الواجب توفره لتحقيق ذلك؟ إذن فالعنصر الأساسي الذي يجب توفره لتحقيق ذلك هو ميزان حساس لقياس الكتلة، أي ميزان إلكتروني. إذا علمت أنه نتج عن هذا التحول الماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون وكلور الكالسيوم، ما هي الصيغة الكيميائية للماء؟ إذن فالصيغة الكيميائية للماء هي H2O. كيف نتعرف على غاز ثنائي أكسيد الكربون؟ نتعرف على غاز ثنائي أكسيد الكربون بواسطة ماء الجير أو رائق الكلس، فهو يتفاعل معه فيعكره. ثالثا، أعطي الصيغة الكيميائية لكلور الكالسيوم، مع أنه تكون من ذرتين من الكلور وذرة واحدة من الكالسيوم. إذن الصيغة الكيميائية لكلور الكالسيوم هي CaCl2. ماذا نقول فيما يخص انحفاظ الذرات والجزيئات في التحول الكيميائي؟ إذن في التحول الكيميائي تكون الجزيئات غير محفوظة، وهو ما يفسر اختفاء المواد الابتدائية، بينما الذرات محفوظة النوع والعدد، وهو ما يفسر انحفاظ الكتلة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.